فوضى عارمة تشهدها محطة النقل البري بصفاقس قبل أيام العيد بين أصحاب سيارات الأجرة، مردها قرار وزارة النقل والذي يسمح بسفر كل سيارات النقل البري بصفة استثنائية إلى كامل تراب الجمهورية. فقد خلق هذا القرار عدة مشاكل بين سائقي سيارات الأجرة وكان المواطن ضحيتها. أنا ما ضابينا غير كانوا يقسموهم، ولا واجهة الحمراء توصل كامل تراب الجمهورية والزرقاء تبقى دابا ولايتها. هذا هو من هذا قبل، ما ضابينا تبقى هيك أحسن. احنا عملوها كامل تراب الجمهورية هاوك كيما طارت، وأنا بلاصة الأولى في جربة، وشوفي قداش عندي هنا تو قاعد. من تاع الصباح لنقاص ومش البنقردان وما ثمش ما ثمش وحتى لوج ما خرجتش وصفار وقتش باش تخرج. من نهار ثلاثة الشهر هذا إلى 13 مش تصبح فوضى كبيرة ياسر، اللي يجي يعبي من برا واللي يجي يهز من برا، وحتى المواطن بعض السواق اللي موجودين ما يعرفوش حتى الاتجاهات اللي ماشيين من الولايات الاخرى، ما يعرفوش من يمشي ويجوا، لان فما سيارات ذات علامه مميزه الزرقاء ما تعرفش من اي اتجاه مش تمشي له، مثل القوصه ما يعرفوش الطريق، يعرفوا كل شيء داخل الولايه. كان هذا القرار محل خلاف، فهناك من يراه صائبا لحل ازمه الاكتظاظ وزحمه العيد، وهناك من يراه اكبر مشكل بالنسبه للمواطن وللسائق معا. هو قرار هايل ياسر، يعني يتماشى مع المهنيين نظرا لكثافة المسافرين في بعض في الأعياد والمناسبات الكبيرة هذه، قرار لكن يلزم نقص شوية تنظيم باهي مفيد. بقينا كثرة اللواجات ويجيونا من كل بلاصة من حمر وزرق وكذا، ويصير شبه يعني سوء تنظيم. احنا ماذا بينا يكون منظم على قواعد صحيحه باش الناس كل ما نغضبوا حتى واحد والناس كلنا نمشيو في المسار الصحيح. هذا يا عمره ما كان قرار صائب بالنسبه يعني للقرار الوزاري، يكون منظم ومحكم، معناتها معروف خط كبير طويل قصير، معناتها واللي الكرهب معروفه والاتجاهات معروفه. رمضان كامل معناتها نستناو في البريود هذيا، في البريود هذيا هما يجيو بقرار يعني وعمره ما كان صعب. حسب رأينا كان ينجموا يلتزموا بالقانون القديم أحسن، يكون نظام أكثر. مرة خط أحمر يؤدي لمكان معين، الخط الأزرق والخط الأصفر، وإذا كان كل الخطوط كلها تتداخل تولي فوضى. حسب رأينا هو قرار ما يخدمش مصلحة الواجهة خاصة البر الحمراء، على خاطر فما دخلاء كما النقل الريفي تولي تخدم، كما البر الزرقاء تولي تخدم، يهزوا بأسعار دوبل هذول النقل الريفي والولايه يهزوا باسعار دوبل ويثقلوا علينا احنا ما عادش نلقاو. العيد اكثر برشا راكب والكرهب الحمر ما تكفيش، واحنا ما نهزوا الراكب خط طويل الا اذا كان كثر الراكب وما فماش كرهب احمر. هذه الوضعيه زاده محرجه، لان مش يخلي يتقلق المواطن ويبدا يسال المواطن من يمشي ومن كذا، فما ياسر وضعيات يهز المواطن ب 12 ب 13، وضعيات رائله سلبيه. هذا القرار يلزموا يرجعوا للقرار الاول بترخيص رسمي من وزاره النقل كما العاده، لاداره النقل البري المراقبين نتاعها يجيو للشركات ويقوموا بالترخيص لكل سياره ورقمها وقتاش خرجت ويشوفوا الاجراءات نتاعها قانونيه. بعض من السيارات ما عندهاش حتى وثائق. سيمثل هذا القرار فرصه سانحه للانتهازيين لفرض اسعار مرتفعه للنقل المواطن لوجهته، وسيكون سببا في ارتفاع نسبة الحوادث بالطرقات لقلة معرفة بعض السائقين للطرقات الرئيسية. هذا ما أكده البعض ويراه أنه قرار لا يخدم مصلحة الجميع. هام الشيفورية كلها تنجم تسلهم الناس اللي موجودين هنا، البعض منه 9 أيام و10 أيام ما خرج. أنت تعطي في رونفور للعباد بنصيفة تعطي فيهم، وقت أنا 10 أيام ما خرجش. نقل ريفي، تاكسيات، كراب خاصة، هذا من الناس الكل اللي قاعده تبع فيها ويكثر ربي كل الحوادث، لانه هذاك مستانس في وسط البلاد كي يخرج 300 400 كيلومتر ما يعرفش الدورات والفيراجات والدودان والواحد، هذا اللي كثر ربي في الحوادث. فما حوادث صارت عم ناول فهمتي ولا موجوده حوادث فهمتي في طريق جابس وفي قفصه فهمتني، صارت حوادث بشكل هذا، لان فما سواق سياره اجره فهمتي ما يعرفوش الثنيه فهمتني، ما يعرفوش بالكل. أول مرة يمشي القفصة، أول مرة يمشي الوزير، أول مرة يمشي التالة، أول مرة يمشي القصدين، فهمتني؟ نروح مع الحمرة وبالسلامة أضمن، خير من اللي نروح مع واحد في لواج زرقاء وما يعرفش الثنية بالباي، ومش متعود على المسافات البعيدة. أما اللي يخدم على لواج حمرة متعود بطبيعة على مسافات طويلة وينجم يبعد ويعرف الخطوط
أنا متعود على السفر بعيد، وإنما الواحد اللي عنده لواج خط أزرق متعود على 20 40 كيلومتر 50، مش متعود على 100 و200 و3. تاق الحوادث، تاق الطريق ما يعرفوش، في بيست مثلا مكسر، في حفرة، في كذا. أما ناس متمارسة جهتها معينة تاخذ الطريق كل يوم، هي اللي قاعدة تمتثل الطريق، تعرف شنو فيه، هاك الحفرة وين، هاك الكاس وين، هاك وين يقف، عندما عادة في الطريق نتاعهم ما يسببش حوادث اللي هما. احنا هنا عندنا طريفة ونمنعوا أي لواج يهز بالدوبل. تبقينا إذا كان المواطن يحب يركب لبرا من أسوار المحطة ويجي شوفار يحب ياخو عليه المقابل، احنا وين؟ ما احناش الشمس نضيوا على الناس كل، وين نروح؟ هذه عملية تصير ورانا، لكن لما العملية تصير لهنا احنا نقفولها ما نخليوهاش. أنا داخل المحطة ما يجمش، حتى ولو ما فماش كثرة العدد مثلا ما يجمش يقصتي كي، فما أمن موجود لقدر الله، واحد يقول له مش نزلك بطريفة وتعريفة كذا، يعرضوا له في الباب يقول له لا ما تخرجش. يجي رجل الامن يفك له جواز المرور ويفك له بطاقه استغلال ويعمل محضر وما اداره النقل البري، لان فما هنا حصانه داخل المحطه موجوده للنظام، اما خارج المحطات فوضى سايبه مش كل مش يعس عليه. محطات النقل البري ما قبل العيد تتحول الى فضاءات للسماسرة وللاكتظاظ، ويكون بها المواطن بين سندان الزحمه ومطرقه الخطر. فقضاء أيام العيد بين الأهل والعائلة عادة يتمسك بها التونسيون الذين يكابدون ويسلكون كافة الطرق لتحقيقها.